وبجنبي اذا كان ممكن حفيظ الدراجي نتابع بقيه اللي مع البقيه مع اللقاء، خذ لقاء نهائي بالنسبه ليجمع الناحيه العسكريه الثانيه والناحيه العسكريه الرابعه. مانيش عارف اذا كان ممكن حفيظ اذا كان ممكن نتابع اللقاء مباشره، اذا كان غير ممكن نبقى اذا مع الحفل هنا بهذا الاستديو، بما انه لقطات الاواسط اللي لعبوا منذ قليل كذلك اللي يقوم بهم بعسول مش حاضرين، وبالتالي نبقى مع جو المرح جو الموسيقى جو الفن. معليش ياك هذا اذا نبقى قلت مع جو المرح. بجنبي الشاب بسمي اللي راح يفتح رسميا هذا الحفل هذا الحصة كذلك بأغنية تعبر على الرياضة الجزائرية بصفة عامة. الرياضة هكذا بسام، أعطينا كلمة قبل ما تغني. نطلب من كل الفريق الجزائري اللي يلعب مليح يديها. بارك الله فيك، إذا اللي يلعب مليح يديها هذه هي. ممكن تفضل بسام يجي لهنا يا هكذا يا باسمي، اذا باش يغني لنا الاغنيه اللي تعبر قلت على الكره الجزائريه بصفه عامه، بينما نروح الريح مع محمد طلبي. هذا اذا نبقى دائما مع هذا بهذا الاستديو معذره اذا عندنا الصوره والصوت في بعض من الاحيان نظرا للامكانيات اللي راكم تشوفوا فيها. على كل حال طبيعيه استديو ملعب 5 جويليا بمناسبه هذه الكاس كاس الجمهوريه.